حياكم الله مشاهدينا في حوارنا اليوم. وكان قرار توحيد القوات المسلحة من أهم القرارات، هي التي رسمت صورة واضحة لنهج الاتحاد ووحدة الصف، وشكل هذا أيضا القرار نقلة نوعية في الإعداد والبناء العسكري والتطوير ودفع أبناء الإمارات للتأهيل والتدريب في أرقى الكليات والمعاهد العسكرية في الداخل والخارج. أكيد نرحب فيك معنا، كل الترحيب طبعا العميد الركن المتقاعد سعيد علي الشحي، ربي يحفظك ان شاء الله. نحن عندنا تقرير عن هذا الموضوع، ومن ثم نعود نسترسل معك في الحديث، وليس لدينا اسئله، كلها ارتجالي مع المشاهدين لك. ربي يحفظك ان شاء الله. اذا مشاهدينا الى هذا التقرير وعوده بعد قليل. تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الغد بالذكرى الأربعين لتوحيد القوات المسلحة، الذي يشكل منعطفا تاريخيا في مسيرة قواتنا المسلحة، حيث انطلقت إثرها نحو آفاق من التميز في الإعداد والبناء العسكري وتحقيق ذاتها وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، بجانب الدفع بأعداد كبيرة من أبناء الوطن تأهيلا وتدريبا في أرقى الكليات والمعاهد العسكرية في الداخل والخارج. وأصبحت قواتنا المسلحة مؤثرة ورقما صعبا في معادلة الأمن والاستقرار والسلام العالمي. وكان قرار المجلس الأعلى للاتحاد في السادس من شهر مايو عام 1976 باتفاق القادة المؤسسين على توحيد القوات المسلحة بمثابة التوحيد الثاني للإمارات السبع، ويعكس قرار توحيد القوات حرص قيادة دولة الإمارات على حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره، ولتكون على الدوام سندا للأشقاء وعونا للأمة. فالإمارات دائما ما تساعد أشقائها ولن تتوقف عن مساندتهم. وشهدت مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة نقلات نوعية وضعت لمساتها قيادتها الرشيدة، حتى أصبحت اليوم تسهم بفاعلية في تعزيز الأمن والاستقرار وصون مصالح الإمارات، وتسعى للإسهام في استعادة التوازن للمنطقة كافة. ابشر يا أبو خالد ترى حنا لها، الموت في شف الوطن لا نعتني. أكيد أرجع وأرحب فيك سعادة العميد الركن المتقاعد سعيد علي لحى الشحية، أهلا ومرحبا وشكرا لوجودك معنا أكيد في مساء الإمارات، وفي مناسبة خالدة وجميلة وكلنا فخر فيها نفتخر فيها في كل عام، يا أهلا ومرحبا فيك. يا مرحبا. أولا أهني سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه الله يحفظهم، وأخوان حكام الإمارات، وسيدي الفريق الركن طيار الشيخ محمد بن زايد الله يحفظهم على هذا اليوم الطيب، في اليوم الطيب والعمل أيضا اللي وصلوا إليه، هم وصلوا أفرادنا وقواتنا لهذا المستوى العالي ليشاد به في كل مكان. نعم. في كل المحافل الدولية، وهذا دليل على اهتمامه الشخصي ومتابعته اليومية لأفراده وضباطه ومعداته. نعم أكيد، وهي ذكرى الأربعين طبعا بتكون باكر بإذن الله. صحيح سيد سعيد، طبعا نحن اليوم نتكلم عن أهمية تاريخية لعبها قرار توحيد القوات المسلحة، اليوم نحن بفضل وجودك نتكلم عن تاريخ فعلا أنت حضرته وعاصرته، وتقدر أنك توفر لنا خلاصة هذه القرارات الحكيمة. أنا أعتبر القرار هذا الفرحة الثانية. نعم. لابن الإمارات. الفرحة الأولى هي قيام الاتحاد. جميل. الفرحة الثانية هي
توحيد القوات المسلحة. هذا عكس فعلا على كل مواطن وعلى كل فرد في القوات المسلحة فرحة لا تضاهى. جميل جدا. يعني كانت شيء أنا أعتبرها الثانية، الأولى الاتحاد وهذا توحيد القوات المسلحة هو الثانية. فرحة الثانية لأبناء القوات المسلحة وشعب الإمارات. أكيد. إذا سيد سعيد قلنا على الدور التاريخي أكيد في هذا القرار وهو قرار توحيد القوات المسلحة، ما أهميته؟ هذا القرار كان لابد منه. نعم. لابد منه حتى تكتمل الآلية. صحيح. تكتمل الحلقة كاملة. لأن أبناء الإمارات الدولة محتاجة إلى أمن واستقرار. فلابد توحيد القوات المسلحة حتى تكون تحت قيادة واحدة. مؤسسة واحدة. نعم. وتوحيد القوات المسلحة البرية والبحرية والدفاع الجوي بلباس واحد بعلم واحد. هذا الشيء مش بسيط، ولكنه بفضل الله سبحانه وتعالى تم التغلب عليه وعمت الفرحة للجميع أبناء القوات المسلحة. الحمد لله. طبعا إذا ما تحدثنا عن مراحل بناء القوات المسلحة من ذلك العصر إلى الآن، تخبرنا عنها. المراحل القوات المسلحة بدأت بسيطة، ولكن جهود القيادة الرشيدة والقادة المشرفين على القوات المسلحة تم تأهيل الأفراد والضباط في أفضل المعاهد وفي أفضل المراكز التدريب، وجلب أيضا مدربين ومؤهلين لتدريب هؤلاء الناس حتى يوصلون لمستوى الجيوش المتقدمة. نحن نقول الجيوش المتقدمة، نعم وصلنا بفضل الله هذا إلى مستواهم من حيث كفاءة الفرد، كفاءة الضابط، كفاءة المعدة لأدنى. المعدة لأدنى تعادل ما يملكه أفضل جيش في العالم. الحمد لله. سواء من البحرية، من البرية، من الجوية إلى آخره. يعني في توازن. يعني مش بناء الإنسان، الإنسان هو ثروة الدولة، هو الإنسان. طبعا. فاهتموا هم بهاي الثروة اهتمام يعني فعلا يعني ممكن نحسد عليه. صحيح. الحمد لله. وبالإضافة إلى توفير له ما يتناسب مع فكره ومع تدريبه ومع تأهيله. ولله الحمد أصبحنا الآن نحن في وضع أنا أقول فوق الممتاز. ممكن نحن نضاهي جيوش العالم الحمد لله بكفاءات وبقدرات ومعدات. يكفي أن شعب الإمارات كله جيش. أكيد. والله شعب الإمارات، أنا أعتبر شعب الإمارات مو بجيش، هم كلهم أبناء القوات المسلحة. نعم. سواء رجال أو نساء. نعم. وهذا الشيء حصل معنا أكثر من فترة، يعني كثير معظم الناس يقول إحنا بنشارك سواء رجال أو نساء. صحيح. نبغى نشارك قواتنا المسلحة في أي مكان. أكيد. يعني بأمانة أتكلم معها وأنا سمعت بأذني شخصيا وكان اتصال، كان إحنا نبغى نروح مع أبنائنا أي مكان تودوهم، حتى لو نروح طباخين نساء. طبعا. نخدمهم يعني بأي شيء، يعني بدون يعني خوف، وهذا الشيء يعني يفرح. طبعا. يعني جدا يفرح لما تشوف الكل مهتم أنه يساند أبناء القوات المسلحة في جميع المجالات. الحمد لله. سيد سعيد، أنت يمكن واكبت المراحل اللي طافت كلها. نعم. طبعا في ظل هذه القيادة وفي ظل الجيش والقيادة القيادة المسلحة أكيد، كيف واكبت القيادة المسلحة والتطوير الكمي والنوعي لدولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات اللي طافت؟ نحن اهتمينا بالأول شيء بالإنسان. نعم. اللي هو الجندي، تأهيل وتعليم، ومثل ما وفرنا له ما يحتاجه من النوعية اللي مش مهتم بالكمية، لا عدد بسيط ولكن كفاءة تعادل واحد يعادل عشرة. أنا أعتبر جندي الإمارات الجندي يعادل عشرة جنود. نعم. صحيح. كفاءة الميدانية الجندي يعادل عشرة، وهذا الشيء أنا أتكلم فيه ما أتحمس إن الجندينا يعادل عشرة جنود. نعم. من خلال خبرتك من حوالي كفاءة ومعدة وقدرات. نعم. يعني القيادة تعبت على تأهيل الفرد يعني من جميع النواحي، تعليم، تأهيل، تدريب، وتوفير المواد اللي تخدمه هو من حيث أن يواكب الجيوش المتقدمة. طبعا. من جميع المجالات. جميل.
الآن طبعا أمس كان في تخريج الدفعة الخامسة بحمد الله، وكان في فرحة عارمة في يوم أمس، وكانت امتزجت أيضا بتخريج شيوخ من شيوخ الإمارات، فهذا الاختلاط والتجانس الحمد لله شيء نحن أيضا مثل ما قلت أنت نحسد عليه. ولكن أثبتنا إحنا قوات المسلحة عندما كان يقال عن ابن الإمارات هو ابن الرفاهية، أنت الآن تثبت بأن الجندي الإماراتي هو بعشر جنود بما توفر له من إمكانيات وتأهيل بدني وجسدي وعقلي، وأيضا من تأهيل من معدات. كيف كنا في عاصفة طبعا الحزم والآن هي عاصفة الأمل، كيف أداء كان أبنائنا، وكيف فعلا أثبتنا نحن وجودنا على أرض الواقع بأن جيش الإمارات ليس فقط عبارة عن حلم وإنما هو حلم حقيقي؟ جيش الإمارات عمل مفاجأة كبيرة للعالم، مفاجأة كبيرة جدا للعالم بقدراته وكفاءاته ومعداته ورجولته أيضا. نعم. ودليل على ذلك ممكن تطلع على الصحف الأجنبية والعالمية وما كتب عن جيش الإمارات. لو أنا مدحته أصبح أنا أمدح نفسي. نعم. ولكن خلي غيري يمدحني. تستحق المدح طال عمرك. لا خلي غيري يمدحني. يحفظك يا رب. عرفت كيف؟ لا خلي غيري يتكلم عنه. لا العالم كله يمدح. لا خلي غيري يتكلم عنه لأن نحن جيش الإمارات وأنا أقول بفخر. شيء يعني ما يتخيل الإنسان لما تشوف أن أبنائك وإخوانك وجيشك وصل هذه المرحلة. يعني العالم الدول العالم تشيد به. فلذلك ما قد قبل الجندي عاد العشرة. نعم. جميل. سيد سعيد، ما هو دور القوات المسلحة في مسيرة التنمية الشاملة وتنمية المجتمع وخصوصا في الفترة هذه؟ تأهيل الفرد شو يعطيك؟ يعطيك تنمية كاملة، تنمية البشر قبل تنمية البشر هو بيلبي الباقي. نعم. صحيح. بس اهتمام البشر هو الأساس. لما تنمية البشر تفرح فيه يخدمك، لأن الجاهل العاقل أفضل من الجاهل. أكيد. فالحمد لله أفرادنا وجيشنا لهم يعني مقدار كبير في الإمارات وخارج الإمارات. وذي كانت رؤية المغفور له الشيخ زايد، أكيد هو بناء الإنسان قبل أي شيء. هذاك أبوهم طبعا، هذاك معلمهم، هذاك معلمهم، هذاك أبوهم، هذاك مدرسة بحال مستقلة. إحنا كنا على خطى أكيد. هذاك مدرسة مستقلة. صحيح. هذاك مدرسة كلماته حكم ونحن منه نتعلم. أكيد. وضعنا لوحات في جميع المعاهد والمعسكرات كلماته. نعم. لأن عبارة عن مدرسة. نحن يجز اللسان طبعاً أكيد طبعاً في هذا الحديث. سيد سعيد، يوم نتكلم نحن عن بنيته ما شاء الله رجال محاربين، ليس محاربين إنما رجال محاربين يتمتعوا بالأخلاق، يتمتعوا بكل الصفات اللي رسخها الأب الله يرحمه إن شاء الله يغفر له وثوباه الجنة. أمين. شيخ زايد، نحن سعيدين جدا بلقائنا اليوم معك ونشكرك على تلبية هذه الدعوة، مع أن اليوم طبعا يوم استعدادات لغدا وأنت مشغول. شكرا جزيلا لحضورك، ربي يحفظك. بارك الله فيكم، مشكورين، وأنقل أيضا تحياتي للشعب الإمارات وأبناء القوى المسلحة سواء في الداخل وفي الخارج. أقول لهم بيض الله وجوهكم. الله يحفظك يا رب. وثبتوا وجودكم في أي مكان. بيض الله وجهك، ما قصر، شكرا لوجودك مرة أخرى. الله يحفظك. الله يسلمك. مشاهدينا كل الشكر للعميد الركن المتقاعد السيد سعيد طبعا علي من لحى الشحي. فاصل مشاهدينا ونعود إليكم.